خلي بالك عشان تقولش هتلاقي مستحيل راح اقلط على البوست. السلام عليكم، معكم محمد مصطفى اي كي اي دبل ام. النهارده هنلعب ليج اوف ليجندز. تسجل ليه؟ هو عارف يا بابا، وش عارف؟ كانوش عارفين لازم نتسجل. تعال تعال تعال، مش هينفع مش هينفع، انا لوتش بيه كده، لوتش بيه. امال هو يبقى ايه؟ لوتش بيه وراح ياخد الدراك والبوتلين موجود وانا لسه ما جتش 10 مرات. تخيل لو كان فول اتش بي كان عامل ايه بقى؟ يلا مارو، ايه ده يا جدعان؟ ايه الجيم الايزي ده؟ بص بص التوب لين يا بص، بس بيجري منه ازاي؟ هو ده كان مصيد اليوم كله. جي جي، يا رب بس ما نعملش ثرو في الاخر. انا عارف ايه ده، ايه ده ما تجننش. تعالى بقى، عايز تقول حاجة؟ تعالى يا رب ارجع بس اهو. نايس، وضع خلاص يا حبيبي، خلاص بطل زيطة، خلاص خلاص يا زياد. الله نايس. ايه ايه ده؟ يا عم في ده في ايه؟ يكونوا تشبي النار. ياه جاي جنبه بالظبط. قصدي خلايا انا؟ ادي يا سعيد، سعيد ما بيعتمدش، سعيد ما فيش رحمة عنده. مهموس، نار، جن، ايكو، خش، طور، دريك شغال، كله شغال. ايه القرف ده؟ لخر بيوتكم، لخر بيوتكم، خدنا حته الصند بنت لذينه. ايكو لو اتش بي جدا على فكره، لسه عايش سعيد. يلا يا ابو لطيف اضرب الارض. ابو لطيف بقول لك، ولا كانه اساسا بص واقف وسطهم، ولا كانه ميلي. اجيب بقى المشكله معاك فلاش، كنت ممكن تفلاش من عليه على فكره يعني. انت تفلاش اقول عليك ايه؟ انا قلت اروح يمين مش هتيجي فيا. لا ما انت طول ما انت جواها مش هتعرف تخرج منها اصلا، بتعمل اكسبلو جامده قوي. ما قدرتش اعمل التمت عشان لو عملت بلونشاك هيموت وعمرو هيموت. خلاص يا حبيبي، هو بس مودجازك بيعمل ايه هناك؟ انت فاهم؟ انت داخلين من الحته دي مودجازك واقف جنب التاور عندهم، واقف جنب شيكو. بص يا ابو لطيف، ليه انت عارف حرانين؟ انت بتعمل ايه يا ابو لطيف؟ والله مش مقتنع ان هو رينج دي يعني. التوك كان بيضرب فيا. اشمعنى سعيد بيخش في نصهم؟ اشمعنى سعيد بيخش في نصهم وانا كمان؟ انا
يلا اخوان انا اعمل ميز بليز جميلة الصراحة يعني. ايه؟ سيب لي مينيون حتى. طور عامل فيها 1250 وده عادي اللي انتوا شايفينه انا ده سايبينه عادي يعني. دي طور. ايوه ايه بسم الله دي. سعيد هيتس حرفيا ما نقص سعيد فول اتش بي يعني. ماما. تشامبيون تراش. ايه ده؟ فيكتوري. جي جي. يا رب بص 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 الجيم ده كده لو ليه يا ايه مرو مش عارف انت عامل ايه ده ايه بداية وحشة كوين كان سبدو اني هجايه لجنك ثاني. ايوه خدت الخدت الخدت الوقت اللي حلو. يا ربي ايه ده وي انا اقول ايه طيب مش عايز اشتم والله. انت محتاج كمان كليه وتكسب اللين اشمعنى يعني انا غير شكل الدجارد. What the fuck؟ يلا ما عاش قلت ها نسيته استنى بس استنى طب كام ثانية أكون فتحت ال خرب بيتك إيه ترى فاكر؟ يا بردة الحقوني تقول لي خسرنا الجيم ومش خسرنا ايه؟ مش قادر تتكلم. مقياس طيب مقياس. انا مش هديك كلاية عشان تاخد ثقة في نفسها وبعد كده تخش تلعب بقى براحتك. خش انا اديها على دماغها. أيوة. انا كنت قاصد اعمل كده. طب لنفترض ان انت ما عرفتش ترجع للجيم و 400 جولد خلاص هم دول اللي خسروك. مفيش الكلام ده حد. انا واثق في نفسي. كده انت اللعيبة يعني؟ عم لطيف ادي 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 طبعا ده عارفين دي استراتيجي برضه صح؟ خلي بالك عشان تقولش ليه ما تفلس راح اقلط على فكره سيبه خلاص سيبه يخسرنا الجيم خلاص الجيم ده جي جي من اول اول كلاية في الجيم الجيم ده جي جي اول ثلاث كلايات في الجيم لا انت قلتها من اول ثاني كلاية على فكره من اول لما تويتش جاب الفرست يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني يا حبيبي منيون اهم يا حبيبي بتدي تطلع تطلع صح يا منيون ايه
يا ديال شوف انا عليه قلطات مش طبيعيه. يا لهوي عليك يا ليليا. الله يرحمك. قول لي موت يا بنت الكلب. تيجي يا بردة. وانا موت. موت يا الله الله. ليه ده هما بيموتوش ليه؟ لا صفر.